صباح الخير، صباح اليوم الأحد جديد، صباح النشاط. اليوم بدنا نعمل تمارين لتقوية عضلات الجسم باستخدام وزن الجسم، مش رح نحتاج إلى أي أدوات. رح نبلش التمارين تاعنا بأنه نشد البطن، وبعدين رح نتنقل بين الجزء الأعلى من جسم الكتاف والإيدين والجزء الأسفل. رح نبلش تمارين البطن على الأرض. بدنا ننام على الأرض، ننام على ظهرنا، نعبط رجلينا لعند الكتاف، بناخذ شهيق بنحط ايدينا فوق راسنا، بناخذها لورا زي كأنه بنعمل ايطاليه بزفير، بنرفع رجلينا لفوق. هلا بناخذ شهيق بنرفع كتافنا، اهم شيء نحافظ على المسافه تاع الرقبه، بنرفع الكتاف بنشد البطن لجوا، بنعمل نشبك الايدين ورا الرقبه، ناخذ شهيق. هلا ناخذ شهيق هون، بننزل رجل اليمين لتحت 3/4 الطريق او نص الطريق للي عنده مشاكل، بالزفير بنرفع لفوق، شهيق رجل الشمال، يعني مره يمين مره شمال ومره الرجلتين. رح نعمل المجموعه هي 3، بنحافظ على كتافنا بتكون لفوق، ننزل شهيق نطلع زفير، ناخذ شهيق للشمال نرفع شوي شوي، بنحافظ كتافنا لفوق بطننا لجوا 3/4 الطريق، نرفع الرجلتين. مره ثانيه اليمين شمال والرجلتين. هلا اللي عنده مشاكل بالظهر يقدر ينزل هيك وبيرفع كمان، بقلل مدى الحركي الموجود عنده. شمال، هلا مد للرجلتين وبنرفع اخر مره، بنزل اليمين نزل الشمال مد للرجلتين. هلا بنرفع رجلينا لفوق، بنرفع الصدر اكثر، نمد الايدين نرفع لفوق، نعمل هولد. هلا شوي شوي بنثني الركب بنعبط حالنا. كمان مره ناخذ شهيق نرفع الحوض عن الارض، نرفع الكتاف، نستخدم بطننا القوه، نشفط البطن لعند العمود الفقري بنرفع لفوق. هلا شوي شوي بنعبط الرجلين، نجيب رجلينا بنعملها زي اكس، نمسكها نرفع حالنا، نجي كاونتر ستريتش، ناخذ شهيق بالزفير، نجي فورورد فولد، نجي لقدام. شوي شوي بنطلع. هلا بنيجي على وضعيه الداونورد فيسينج دوغ، نجي نحط ايدينا امامنا، ناخذ رجلينا لورا، نطلع للداون دوغ. هلا بهاي الوضعيه بدنا نعمل اطاله للرجلين، ناخذ شهيق بنرفع على رؤوس اصابعنا، نعمل ازاحه للوزن لقدام، زفير بنحاول نعمل اطاله، شهيق زفير شهيق، نقدر نعمل تقوس بالظهر، بنريح من الكتاف كمان، زفير شهيق زفير. هلا بناخذ شهيق زفير، بنصير وضعيه البلانك، نعمل بلانك هولد. دائما البلانك ايدينا وسع الكتاف، بطننا مشدوده، بنشغل البطن كثير عشان نمسك. اذا في صعب ان ننزل الركب، اهم شيء ما نحط الوزن على الصابونه. خلينا نعمل هولد بلانك، نريح الراس، ما نطلع لجوا، نريحه مرتاح. هلا شوي شوي ناخذ وزننا للداونورد فيسينج دوغ، نعمل اطاله. هلا بنجيب ايدينا للرجلين، عم ننقل الوزن للرجلين، ناخذ ايد ايد لورا، بنضل بوضعيه الفورورد فولد. نقدر هون احنا نثني الركب اذا ما بنوصل الارض، او بنخليها ممدوده، ناخذ شهيق هاف واي فلات باك، زفير ننزل كمان مره، شهيق شوي شوي نطلع لفوق، نجي ايدينا للقلب. هلا التمرين اللي بعده رح ناخذ شهيق، بدنا نعتبر رجلينا عرض الحوض، وبننزل زي كانه قاعدين على كرسي، بس النزله رح تكون شوي واطي لانه شوي شوي رح ننزل اكثر اكثر. ناخذ شهيق نرفع ايدينا لفوق، زفير بنحاول نقعد شوي كانه قاعدين على كرسي. الثاني بسيط. هلا اهم شيء البطن بتكون مشدود، القفص الصدري بيكون مسكر، في كثير ناس بتفتح، لا احنا بدنا نسكر. العصعوص تاعنا بده يكون لتحت مش طالع لبرا. ناخذ شهيق، اذا حسينا هذا سهل نمد ايدينا قدامنا، اكتاف اهم شيء ما نجرها لقدام، نخليها مرتاحه. ناخذ شهيق زفير، رح نضل في هاي الوضعيه شوي عشان هيك بدنا نضبط النفس، بس نحس انه شوي صعب صار التمرين، نعمل اطاله بالشهيق
وإطالة بالزفير، هيك بنساعد العضلة ومنها مشتت المخ ما يروح يحكي أنا تعبت. ناخد شهيق شوي بالزفير ننزل أكتر ونرفع الإيدين شوي أكتر. هلأ بنعمل إزاحة للوزن، نعمله على الكعب، نقدر نرفع رؤوس أصابعنا لفوق، نتنفس، بطننا مشدودة، رح نحس هلأ بالفخذات الموجودة الأمامية. ناخد شهيق زفير ننزل أكتر كأنه قاعدين على كرسي، نقدر نريح الرقبة، نطلع لقدام أو نطلع لفوق إذا بنحب. شهيق زفير، كمان أربعة، ثلاثة، اثنين، آخر مرة بنحط إيدينا وشوي شوي ننزل فورد فورد، ننزل لتحت. هلأ بنمشي إيدينا لوضعية البلانك، هيك هلأ عم ننقل الوزن من الرجلين للإيدين. نعمل هولد. هلأ بناخد منشد البطن من ربع الحوض، بناخد شهيق نرفع الرجل الشمال بالزفير، عفوا اليمين، نرفعها شوية عن الأرض، نعمل هولد. هلأ بننزل رجل اليمين، بناخد شهيق زفير رجل الشمال. اللي عنده مشاكل بالرسخ بيقدر ينزل على الكوع، نريح الراس. هلأ شوي شوي بننزل، بنشفي شوي وزننا للداونورد فيسينج دوغ. زي ما تشوفوا عم ننقل الوزن يمين شمال. هلأ بنجيب إيدينا كمان مرة بنرجعها للداون لرجلينا، ناخد شهيق هاف واي فلات باك، زفير ننزل لتحت، شهيق بدنا نقعد وضعية الكرسي. نعمل هولد، ناخد شهيق بننزل أكتر، زفير فورورد فولد، شهيق بنمشي كمان مرة للبلانك، نعمل هولد. هلأ شوي شوي بنروح للداون دوغ، نعمل إطالة للجسم، بنريح حالنا شوي. هلأ بناخد شهيق نرفع رجل اليمين، بس بتكون الحوض مربع، ما بدنا نفتح الحوض زي هيك عشان نرفع، بدنا الكتاف تكون متوازنة زي مسطرة، الأصابع للأرض، الحوض مربع، الراس مرتاح مش لجوة، مرتاح عم نتطلع، الوزن على الإبهام على كف اليد. خلينا نحكي ناخد شهيق هلأ بالزفير بنجيب الركبة للمنخار. هلأ بنحط رجلنا شوي لتحت، ناخد شهيق زفير نحاول نوصل للأرض وبنرفع، زفير ننزل للأرض وبنرفع، زفير عم نستخدم بطننا وبنرفع، عضلات البطن الإيدين كلها بتشتغل. زفير لتحت، شهيق هلأ بنرفع الركبة شوي بنحطها بين إيدينا. هلأ الخيار الأسهل بنحط الرجل ننزلها على الأرض الركبة، هذا كخيار أسهل نقدر نضل هون، أو نقدر نصير الخيار الأصعب نرفع إن أهم إشي نربع الحوض. ناخد شهيق رجل أمامية 90 درجة، أصابعنا مرتاحين. هلأ نشد البطن نستخدمها هيك، عم نشتغل إحنا على الرجلين على الهيب فلكسرز، الرجل الخلفية ممدودة. ناخد شهيق زفير إيدينا نحطها على جنبنا. التمرين بده شوية توازن، بدنا نركز على نقطة، الصدر مرفوع، نتنفس هون. ناخد شهيق نجيب إيدينا بزفير للأمام زي كأنه بدنا نطول إشي. إذا حطينا الخيار الأسهل اللي هي على الركبة، المهم إنه ما تكون على الصابونة، شوي نعمل لها سلايد للركبة بنزحفها زي السحسيلة. ناخد شهيق نرفع بالزفير. هلا ناخد شهيق ننزل لتحت بالزفير، نرجع وضعية البلانك، الرجل للصدر. هلا انا رح الف، رح يصير ظهري عليكم، بس نحاول نعمل تمرين للسايد بلانك. الايزي اوبشن ننزل الركبه، ادفانس اوبشن بنخليها لفوق. ناخد شهيق شوي شوي بنعمل سايد بلانك، يعني وضعية البلانك الجانبيه، ونخلي الرجل مرفوعه عن الارض. ناخد شهيق زفير شوي شوي بنمد القدم، شهيق بنمد الايد فوق الراس، زفير شهيق
زفير كمان مرتين، شهيق زفير آخر مرة شهيق. نرجع لوضعية البلانك، ننزل الركب على الأرض، ناخد شهيق، نعمل ثلاثة تشاتورانجا. دايما نتذكر الحوض ما بيكون لفوق، الحوض بيكون لتحت، البطن مشدودة. نيجي بالتشاتورانجا إيدينا تحت الكتاف، نعمل الوزن لقدام، ننزل مع مستوى الكتاف، بنرفع كمان مرتين، وآخر مرة بنرفع حالنا، نعمل تاكل التوز، بنحطهم تحتنا ونطلع للداون دوك. هلا بدنا نعمل الجهة الثانية، القلب رح يرتفع. هما هدول تمارين يوغا بس كارديو، ترفع نبض القلب ورح تشوبوا فيها كتير، ورح تحرقوا سعرات حرارية كمان، وبتمشوا الدورة الدموية. ناخد شهيق زفير، بنرفع الرجل، ما ننسى نربع الحوض، مش الارتفاع قد ما يكون انه الحوض مربع. ناخد شهيق زفير، منجيب الركبة لعند المنخر. هلأ منظبط حالنا شوي، ناخد شهيق، مننزل الركبة على الأرض، زفير نرفع لفوق، نستخدم عضلات البطن، مننزل شوي شوي نرفع لفوق، مننزل شوي نرفع لفوق، مننزل آخر ثلاث مرات، آخر مرتين، آخر مرة. هلأ بنرفع لفوق، منجيب الرجل بين الإيدين. دايما نتذكر الرجل الأمامية 90 درجة، الرجل الخلفية يا أما ممدودة يا أما ننزلها على الركبة. إذا نزلناها على الركبة ما بتكون على الصابونة. ناخد شهيق هون، منشد البطن، منحط إيدينا للجنب، نضل نتنفس. ناخد شهيق إيدينا لقدام، وشوي شوي بنرفع حالنا لفوق. هلا بناخد شهيق، بننزل للأرض، نجي نرفع الرجل كمان مرة زي ما بدينا التمرين. ناخد شهيق بزفير، بنعمل سايد بلانك، الرجل لفوق، بنركز على نقطة، بنرفع. هلا بناخد شهيق، بنبت الرجل بلانك، نرفع اكستندد بلانك، شهيق زفير، اخر مرتين. نركز دائما على نقطه عشان ما نوقع، ونشد عضلات البطن. بنرجع كمان مره على بلانك، بننزل الركب، نعمل كمان مره ثلاثه تشاتورانجا. ناخذ شهيق زفير، نعمل تشاتورانجا، نرفع فوق كمان مرتين. اهم شيء ما نخلي الكتاف اعلى من الصدر، نطلع لفوق، نيجي نتاك ذا توز، نرجع داون دوك. ناخد شهيق وزفير، بنريح. وهلأ شوي شوي بنمشي ايدينا لرجلينا، ناخد شهيق زفير، ننزل على الارض، شهيق نقعد بتشير بوز. هلأ شوي شوي نوسع رجلينا، ومننزل لوضعية الملاصنة أو القرفصاء. ننزل شوي شوي، نقعد، نرفع الصدر، منشد البطن، نبعد الركب عن بعضها باستخدام الكوع. هلا شوي شوي نمشي إيدينا لقدام، بننام على الأرض، نعمل كاونتر ستريتش للتمارين اللي عملناها. آخر تمرين نفتح إيدنا زي حرف تي، نرفع الرجلين، ناخد شهيق بزفير، بنحاول نرفع الصدر والرجلين. ننزل كمان مرة، شهيق زفير. هلا شوي شوي بننزل، بنجيب ايدينا جنبنا، نطلع وضعية الاب دوغ كاونتر ستريتش، الكتاف مرفوعين مفتوحين، ايدينا جنبنا. شوي شوي بس ترتاحوا بتقدروا تطلعوا من التمارين. هدول التمارين مفيدة جدا، المفروض هو جودة التمرين مش وقت التمرين، فإحنا إذا استخدمنا تمارين كانت ذو جودة عالية تعطينا نتيجة أكثر. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقة اليوم، نراكم الحلقة القادمة، وشكرا سارة. شكرا للمتابعة، ما تنسوا تشتركوا بالقناة لمتابعة كل شيء جديد.